أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد فاصل قصير. من جديد أهلا بكم. البداية من قصف أربيل. كتب نزار حيدر مقالا بصحيفة صوت العراق، القصف الإيراني الأخير يقول فيه إن الذي طال أربيل اليوم هو عدوان سافر وتجاوز صارخ على سيادة العراق بكل المعايير، لا يختلف بشيء حتى عن القصف الأمريكي، وهو يضع أكثر من علامة استفهام على طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مهما ساقت طهران من تبريرات إنشائية لا قيمة لها كونها لا تعتمد على أدلة وإثباتات خاصة، وأن ذاكرتنا تحتفظ جيداً بتجربة القصف الإيراني المماثل قبل عامين من الزمن، والذي أذعنت طهران حينها بأنها ودعت أنها استهدفت أوكاراً تجسسية، ليتبين بعد ذلك وفيما بعد وبنص تقرير اللجنة النيابية الخاصة التي شكلها وقتها مجلس النواب بأن الهدف هو منزل شخصي لمواطن كردي لا علاقة له بأي طرف. نفس الفيلم يتكرر اليوم عندما تدعي طهران بأن الهدف أوكار تجسس على أمنها القومي، ليتبين على لسان رئيس اللجنة التحقيقية التي شكلها السوداني مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بأن الهدف هو منزل شخصي، وأن ضحايا القصف الوحشي هو وأسرته وفيهم طفلته جينا التي لم يتجاوز عمرها العام الواحد. نحن اليوم لا نتحدث عن السيادة التي أصبحت ملغاة وبحكم الماضي، لا معنى لها في ظل دولة الكانتونات والميليشيات وحكومة المحاصصة المقيتة، وفي ظل برلمان يشبه إلى حد بعيد علوة مخدر تبيع وتشتري فيه القوى السياسية الخضار العفنة والتالفة والفاكهة المعطوبة فاقدة الصلاحية، ويتصرف فيه رؤساء الكتل النيابية مع نوابهم كراع يهش على غنمه في حظيرة الحيوانات. وإنما نتحدث الآن عن الشرف الذي تنتهكه واشنطن، نتحدث عن شرف الوطن والدولة المنتهكة والمستباحة، وهو شيء خطير جدا للأسف، فإن الدولة بكل مؤسساتها عاجزة عن حمايته والدفاع عنه. لعل إيران تعتقد أن طريق تحرير القدس الذي ما زالت تستعد له منذ 45 عاماً يمر عبر أربيل مثلاً، وها هي غزة ما زالت تتعرض لأبشع أنواع التدمير المستمر من دون أن ترمي حجراً على إسرائيل من أراضيها. ونقرأ تقريرا من موقع أريترا عراق بعنوان: كم يخسر العراق جراء فرق العملة بين الدينار والدولار؟ في 12 من كانون الثاني يناير من الشهر الجاري تحدثت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان سروة عبد الواحد عن خسارة العراق جراء فرق العملة 21 مليار دولار سنويا، وهو رقم صادم بالنسبة للعديد من خبراء الاقتصاد، على عكس ما طرحه أحد النواب في العراق بأن خبراء في الاقتصاد رأوا أن العراق يخسر نتيجة فرق العملة 5 مليارات و980 مليون دولار سنويا. ووفق تدوينة لعبد الواحد على منصة إكس ورصدها ألتر عراق، فإن العراق يخسر سنويا 21 مليار دولار جراء فرق العملة، معتبرة أن هذه أكبر سرقة واضحة تماما وضوح الشمس في تاريخ البلاد، وفي وقت تعجز فيه الحكومة وكذلك البنك المركزي عن السيطرة على السوق الموازي أو لا يرغبان بذلك. نفط العراق يجري بيعه بالدولار، والحكومة والبنك المركزي يحسبان كل 100 دولار ب 132 ألف دينار، ففي فرق العملة لبيع النفط فقط يخسر العراق أكثر من 21 مليار دولار، وهناك مبالغ مشابهة في فرق العملة، والمستفيد الوحيد أحزاب وشركات ومصارف تابعة للشخصيات المتنفذة. وحدد الباحث والأكاديمي الاقتصادي ناصر الكناني حجم خسائر العراق من فرق العملة في التعاملات بالأسواق العراقية، فيما دعا لضرورة تقليل الفوارق الحاصلة بتلك التعاملات وأضرارها على الشرائح البسيطة والموظفين.
وقال الكناني في حديث لألترا عراق إن العراق يتكبد الخسائر الكبيرة سنوياً نتيجة فرق العملة في السوق الموازية بين الدينار والدولار، مبيناً أن تلك الخسائر ليس هناك ما يوقفها، وإذا جرى أخذ سعر الصرف الرسمي 132 ألف دينار لكل 100 دولار بينما الموازي 155 ألف دينار فإن الفرق يكون 23 نقطة خلال 260 يوم عمل سنوياً، وفق الكناني الذي رأى أن الخسارة نتيجة هذا الفارق تبلغ 5 مليارات و 980 مليون دولار. نشر صحيفة تايمز مقالاً لروجر بويز أشار فيه إلى أن أزمة البحر الأحمر بسبب عملية جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية تذكر بأزمة السويس في منتصف القرن الماضي، معتبراً أن الحوثيين يمسكون بالاقتصاد العالمي في قبضتهم. وقال الكاتب إن الأمن كان مشدداً أكثر من اللازم في دافوس في سويسرا، وربما لأن فلساً وقع، أي فهموا جيداً ما كان عليهم فهمه من قبل بالنسبة للنخبة الاقتصادية. أصبحت العولمة عقيدة المؤتمر في مرمى الهدف، وحقيقة أن الحرب في كل مكان وتنتشر في معظم المنطقة، ومحولة كل نقطة اختناق بحرية إلى محور خطر محتمل، وأغلاق نقل الحبوب الأوكرانية إلى الدول النامية، ثم هناك الخطر الدائم من الحشود البحرية الصينية في آسيا. هذا العام مختلف، فعالم دافوس المقام بعناية بدأ يفهم أن الحوثيين في اليمن يحتفظون باقتصاد العالم في أيديهم مقابل فدية من خلال ضرب القوارب العابرة لمضيق باب المندب. وزادت كلفة نقل سفن الحاويات والسفن التجارية من آسيا إلى أوروبا، وحولت طرقها إلى رأس الرجاء الصالح، وزادت أسعار التأمين للمرور عبر البحر الأحمر بحسب المقال. وأشار الكاتب إلى أن تجار الجملة تحدثوا عن نقص في المواد، ولا تزال هناك قدرة فائضة وأنها قليلة في أسواق النفط والحاويات، لكن الإشارات عن تفاقم الأزمات التي قد تقود إلى أزمة سياسية وتحولها إلى ركود اقتصادي، فالاقتصاد الألماني ينكمش وقد يتبعه الآخرون، وتتخمر أزمة البحر الأحمر منذ وقت طويل، وهناك نقص في الماء والنفط في اليمن، وهو بلد فاشل منذ سنين. سلط تقرير لموقع ميدل إيست آي البريطاني الضوء على استهداف جيش الاحتلال الصهيوني للمدنيين الباحثين عن الطعام لسد رمقهم جراء الجوع الذي يواجهونه في شمال قطاع غزة كل يوم. وتناول التقرير تفاصيل مجزرة مروعة جرت في 11 من الشهر الجاري، حين فتحت الدبابات والمسيرات الإسرائيلية الصهيونية النار على مجموعة من الفلسطينيين كانوا ينتظرون شاحنات الطعام في شارع الرشيد، فقتلت وجرحت العشرات منهم. ونشر الموقع شهادات لمواطنين فلسطينيين كانوا بين المحتشدين انتظاراً لوصول قافلة المساعدات، حين قامت قوات الاحتلال بقصفهم بدم بارد في المنطقة التي تقع في مكان مكشوف تماماً على ساحل البحر جنوب غرب مدينة غزة. يعيش الناس بين الركام ولا يحصلون إلا على النظر اليسير من الطعام، وهم بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن يبقوا داخل أماكن الإيواء على أمل إطالة أمد ما يتوفر لديهم من طعام إلى أطول أمد ممكن، أو المخاطرة بالموت من خلال الخروج بحثاً عن الشاحنات التي تنقل المساعدات ومواد الإغاثة. شهود العيان أخبروا موقع ميدل إيست آي كيف تعرض حشد ضخم من الناس يوم 11 من يناير وهم ينتظرون شاحنات الطعام في شارع الرشيد لوابل من النيران من قبل الجيش الإسرائيلي، ما أفضى إلى قتل وجرح العشرات في الهجوم. قصف الجيش الإسرائيلي الناس المحتشدين بنيران الدبابات والطيارات المسيرة بحسب الكثير من المصادر. وشهد محمد سالم الذي يبلغ من العمر 27 عاماً المجزرة، و
وقال لموقع ميدل إيست آي إنه رأى عشرات الجثث المتناثرة في أنحاء الشارع. غدا الجوع بالنسبة لأهل غزة الآن واقعا يوميا، ورغم أنه لا يوجد مكان في القطاع بأسره يمكن أن يوصف بأنه في مأمن من الهجمات الإسرائيلية، إلا أن الخطر الذي يتهدد الناس في شمال القطاع أشد وأنكى. ذكرت وثائق ألمانية سرية مسربة نشرتها صحيفة بيلد أن هناك توقعاً بقيام روسيا بتوسيع حربها على أوكرانيا من خلال مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي الناتو العام المقبل، مشيرة إلى أن بعض زعماء العالم يستعدون لاحتمالية شن موسكو حرباً عالمية ثالثة. وأقلت الصحيفة أن القوات المسلحة في أوروبا تستعد لهجوم من المحتمل أن تشنه روسيا على أوروبا الشرقية. بحسب الوثائق فإن أحد السيناريوهات المحتملة هو ما يعرف باسم التحالف الدفاعي لعام 2024، ويتضمن حشد نحو 200 ألف جندي روسي، وتوقعت أن يبدأ تطبيق هذا السيناريو في شباط فبراير المقبل. وأضافت الوثائق أنه مع انخفاض تمويل الغرب لأوكرانيا من المتوقع أن يطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قواته مهاجمة القوات الأوكرانية خلال الربيع المقبل، ومن المتوقع أيضا أن تبدأ روسيا شن هجمات إلكترونية خطيرة في منطقة البلطيق بحلول شهر تموز يوليو المقبل للترويج لفكرة أن الأقليات العرقية الروسية في هذه المنطقة تتعرض للاستهداف، كما قد تسعى روسيا لتنفيذ سيناريو آخر يعرف باسم زاباد 2024 في سبتمبر أيلول، وهو عبارة عن مناورة عسكرية واسعة النطاق يشارك فيها نحو 50 ألف جندي روسي في غرب روسيا وبيلاروسيا. ووفقاً للوثائق يمكن لروسيا بعد ذلك حشد القوات والصواريخ متوسطة المدى في كالينينغراد، وهي مدينة روسية تقع بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف الناتو. والآن نتابع الكاريكاتور. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. نقرأ في بطون الصحف: طور علماء صينيون سلالة متحورة من فيروس كورونا أثبتت تجاربهم على الفئران أنها قاتلة بنسبة 100%. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز أو بالأحرى نيويورك بوست الأمريكية، فقد أشار الباحثون إلى أن الفيروس القاتل الجديد هذا الذي يطلق عليه GXP2V
حيث أطلقوا عليه هذا الاسم تسبب في موت جميع الفئران المصابة به في غضون 8 أيام فقط، وهو ما وصفه الفريق بأنه معدل وفاة سريع بشكل مدهش. وأكدوا أن الفيروس أصاب الرئتين والعظام والعينين والقصبة الهوائية والمخ، مشيرين إلى أن إصابة المخ كانت بما يكفي لتتسبب في موت الحيوانات في النهاية. وفي الأيام التي سبقت وفاتها فقدت الفئران وزنها بسرعة، وأصبح جسمها منحنياً بشكل ملحوظ وتحركت ببطء شديد. ولفت الباحثون إلى أن الأمر الأكثر غرابة بالأمر بالنسبة لهم هو أن أعين الفئران تحولت إلى اللون الأبيض بالكامل في اليوم السابق لوفاتها. وانتقد فرانسو بالوكس، خبير الأوبئة في معهد علم الوراثة بكلية لندن الجامعية، البحث ووصفه بأنه عديم الجدوى من الناحية العلمية على الإطلاق. وعلى العكس تماما من ذلك، فإن هذه التجربة قد تترتب عليها كارثة صحية إذا ما تسرب هذا الفيروس خارج المختبر. فالباحثون لم يحددوا مستوى احتياطات السلامة التي اتخذوها أثناء إجراء تجربتهم هذا. والآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. شاهدناه يعني بشكل خاص بعد 7 أكتوبر، يعني اعتقالات متزايدة بالنسبة للأطفال. قسم من هذول الأطفال يعني على شعار أو شعار، حتى يمكن ما عرفش إنه قال إيش كاتب. وهذا الشيء بالزياد، يعني عندنا في الداخل يعني مش كناش متعودين على هذا العدد. هناك عدد العشرات من الداخل على خلفيات شعارات يعني من الأشبال، يعني جميع الأشبال اليوم موجودين في ترمود. اليوم الأشبال وصل عددهم فوق 350 ككل، فقسم كبير برضو من الداخل، فهذا وضع جدا خطير. قرارات عديدة في المحاكم المختلفة إنه اللايك بحد ذاته هو مش مخالفة قانونية. والفترة الأخيرة لما صار في اعتقالات خاصة لقاصرين، حسب رأيي هون إحنا عم نحكي عن اعتقالات تعسفية، اعتقالات اللي هدفها الردع، اعتقالات اللي صار فيها استغلال لأطفال اللي هن إحنا منعدن جزء بحاجة لرعاية في المجتمع تبعنا، من أجل ردع ناس آخرين اللي هن ناس بالغين، نساء، رجال. إلى اللقاء.